يا مساء الفل والجمال والصحة والسعادة على أحلى وأجمل وألطف ناس في الدنيا. حبايبي الغاليين، أهلا بيكم في حلقة جديدة لذيذة من بيتكم، برنامجكم كل يوم أكلة مع فيفيان. النهاردة يا جماعة هناخد بريك من الطواجن والصواني والمسبك والمحمر والمشمر. هنعمل النهاردة أكلة مش هتاخد في تحضيرها بكل حاجة نص ساعة. هنقدم منها أطباق كتير مختلفة، أفكار كتير مختلفة، وهنعمل كمان جنبها كم طبق كده يحلوا منها. فاستنوا حلقة قوية جدا بعد الفاصل، استنونا. النهاردة بريك من الوقت للتاني كده، أحب أخد بريك نعمل فيه إيه؟ نعمل فيه أكلات سهلة سريعة منجزة. وعايزة أقول لكم مش معنى أنها سهلة وسريعة ومنجزة أنها ما تنفعش أبدا للفطار، وأنها ما ينفعش أبدا تتحط على سفرة رمضان. بالعكس، إحنا ممكن نعمل جنبها اللي إحنا عايزينه، يعني نعمل جنبها سلطة، نعمل جنبها طاسة البطاطس المحمرة، نعمل جنبها كمان الحلو. طيب النهاردة أنت بتمهدي لإيه يا فيفا؟ أنا هعمل شاورما فراخ يا جماعة. بصراحة حسيت كده إن إحنا محتاجين نعمل، عارفين كده، ونتنفس كده الصعداء ونعمل حاجة ما تاخدش في ايدينا يعني نص ساعة بكركبة المطبخ، لكن هي في تسويتها وتحضيرها ما بتاخدش 10 دقايق. ليه؟ الشاورما الفراخ انا ما بحتاجش ان انا اتبلها تتبيل مسبق، يعني ما بحتاجش ان انا اروح جايباها نقعها مثلا بليلة كاملة زي مثلا اللحمة خالص. انا نويت اعمل دلوقتي شاورما الفراخ، خلاص هقوم اعملها. طب تعالوا نشوف المقادير ونشوف هنعملها ازاي، وهنعملها ازاي بافكار كتير. يلا بينا. اول حاجه عندنا هنا طبعا صدور دجاج وادي فود، هنحط عليها بقى ايه، توم بودره وبصل بودره، هنحط عليها جوزة الطيب وزعتر جاف، ملح وفلفل اسود، وعندي هنا كمان بابريكا وكاري وسبع بهارات وزبادي وتوم مفروم وصويا صوص وعصير ليمون وشويه خل. وطبعا انا هعمل حبه من غير طماطم وبصل وبقدونس، وحبه بطماطم وبصل وبقدونس، هعمل حبه بجبنه وهعمل حبه من غير جبنه يعني جبنه تشيدر وجبنه موتزاريلا، يعني هنطلع منها كذا فكره. نقول تاني، عندي هنا صدور دجاج وادي فود، وبعدين عندي هنا كمان توم بودره وبصل بودره، جوزة الطيب وزعتر، وعندي فلفل اسود وملح وبابريكا وكاري وسبع بهارات وزبادي وتوم مفروم فريش وصويا صوص وعصير ليمون وخل وطماطم متقطعه وبصل جوليان وبقدونس وزيت، وللوش جبنه تشيدر وجبنه موتزاريلا. خلاص. طب ليه صينيه شاورما؟ علشان علشان انا بحب اعملها في الصينيه دي، فعشان كده بنسميها صينيه ايه، شاورما. لكن هي طبعا عادي شاورما عادي، وهتحط فيه عندنا هنا ايه، العيش. طيب طبعا هستخدم اكيد فراخ وادي فود اللي انا بعمل ايه، بياخد كده اهو من الكيس، فتحته على البلانش عندي من الكيس اهو، فراخ خطيرة وجميلة وريحتها التحفة، ولا فيها اي ريحة غير مقبولة اهو، ونظيفة فلة، مش عايزه اي حاجه غير انها تتظبط تتحط على ايه، تتظبط يعني تتبل بقى. طيب تعالوا بقى نقطع الشاورما عندنا. طبعا ده اللي بيأثر، يعني السبب ان الفراخ عندنا فله، ان الفراخ عندنا ريحتها حلوه، انسجتها حلوه، ما فيهاش دهون، كل ده ايه، كل ده انها في مرعى طبيعي، وكمان هي بعيده عن التلوث وبتاكل اعلاف نباتيه، ده كله بيأثر في ريحتها وطعمها ونسجها، كل ده بيأثر فيها. طيب تعالوا بقى نقطع عندنا هنا الشاورما زي ما انتوا عايزين، انا بحب اقطعها كده بالعرض اهو. التتبيلة عندي هنا بقى تتبيلة غير مسبقة تماما، يعني انا هتبل هحط على طول في الصينية عندي، الصينية طبعا تكون سخنة كبيرة، الكمية عندك لو اكبر من الصينية هتعمليها على مرتين تلاتة. اهم حاجة ما تحطش الفراخ فوق بعضها علشان تديكي نتيجة هايلة. انا بحب الفراخ وكأنها مشوية، انا بحبها كده، بحبهاش ابدا بيضة، كأنها نازلة من على السيخ مشوية.
وعايزه اقول لكم يعني حقيقي الشاورمة الفراخ سهله ومنجزه وسريعه، وبعتمد عليها كتير لو عندي حد وعايزه اعمل اكل سريع. اهو ناخد تاني، لسه الكيس عندنا اهو مخلص. اهو تمام اهو. بصوا بقى اهو بنقطع فله فله. بصوا كمان لونها عامل ازاي، لونها وردي ولا هو ازرق ولا هو ابيض ولا هو اخضر، لا لونها وردي. بصوا نسيجها عامل ازاي يا جماعه، بصوا عامل ولا نقطه دهون فيها. بس كده هعمل ايه بقى، هقلب كل ده في بوله عندي هنا علشان اتبل. البهارات بتاعتي بسيطة ماشي، مش هقولك روح هاتيلي كيس شاورما وبهريها، لا 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 لا، هقولك البهارات بتاعتي بسيطة اهي، وهقولك كمان اللي تقدري تستغني عنه يا ست. بس كده خلصنا، يلا بقى نحط عندنا هنا ايه، الفلفل الاسود، ونحط الملح ماشي، ونحط البابريكا، وتعالوا بقى نحط الباقي حاجة عندنا هنا، التوم، ونحط الكمون، نسيت الكمون من هنا ماشي، توم، ونحط بقى توم بودرة، توم فريش اه، وبصل بودرة، وعندي هنا رشة جوزة الطيب بسيطة خالص اهي، نكهة بس كده تدينا ريحة حلوة. وعندي هنا بصوا يا جماعة كاري، انا بحطها في اي تتبيلة فراخ، بالنسبة لي بتديني نكهة حلوة جدا. الله، الروايح بدأت تطلع، وعندي هنا زعتر جاف، وهقلب كل ده الاول كده رقم واحد، هقلب كل ده الاول على الناشف كده، انا عايزه الفراخ كل التتبيله تتحوط بيها اهي. عايزه اقولك ان انت ممكن كده بس عندي تكون التتبيله مع الليمون ومع الخل ومع ايه، ومع الزيت الزيتون، ودي تبقى التتبيلة بتاعتي. ممكن جدا ممكن احط زبادي بقى، يعني كده او كده الاتنين حلوين ورائعين وتحفة اهو. انا احط بقى الزبادي ونقلب بس كده اهو. الريحة الله الله، بس كده. هعمل ايه بقى، هحط هنا كمان زيت زيتون، زيت زيتون طبعا من ويدي فود، حبة حلوين. الطاسة عندي بقى هنا او الصينية عندي هنا بقى سخنة جدا سخنة جدا جدا، هعمل ايه، هروح بقى حط فيها الفراخ من غير ما احط زيت في الصينية عندي، من غير ما احط زيت في الصينيه عندي بقى هبدا احط الفراخ. يلا بينا، ليه، لان انا تبلت الفراخ اصلا بالزيت اهي. بصوا بقى كاني بشوي كاني بشوي، الله، وريحتها خطيره، ووزعها مهم جدا اوزعها، انا مش عايزاها على بعضها. الله على الريحه، الله الله الله. ريحتها جباره اهي، وعايزه اقول لكم بصوا ولا لزقت ولا اي حاجه، ليه، لان هي فيها تتبيله غنيه بالزيت الزيتون، مستحيل تلزق اهي.
وانا ما حطيتش زيت، انا حطيت زيت هنا ما حطيتش زيت هنا، مستحيل تلزق. ليه؟ عندي الطاسه سخنه جدا جدا جدا، وحطيت فيها الفراخ، هي الفراخ اللي عليها الزيت، هي اللي عليها الماده الدهنيه، شويه زيت الزيتون بس كده اهو. نسيبها بقى تستوي. وتعالوا اقول لكم هعمل ايه. انا عندي هنا، بصوا انا عندي هنا ايه، عندي جبنه تشيدر وجبنه رومي سوري وموزاريلا، وعندي بصل وطماطم. خلاص هعمل يعني حبه عادي من غير اي حاجه، يعني شاورما كده من غير اي حاجه، وسندوتشات من غير عارفين كده اللي هو بس فراخ زي السندوتشات الشاورما السوري. وهعمل حبه، هاخد حبه احط عليهم ايه، طماطم وبصل وبقدونس والكلام ده كله. بس قبل كل ده انا عندي هنا لما الفراخ بتستوي لازم 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 احط لها الصويا صوص. طب الصويا صوص ده بقى بيفرق في ايه؟ مش عايزه اقول لكم، هو بيوصلنا للون وطعم الشاورما اللي بنجيبها من بره، بتبقى تحفه بجد. جربوا الصويا صوص، ولو مش عندكم ماشي، بس هي بتكون رهيبه. عايزه اقول لكم دلوقتي الريحه اساسا المنبعثه من الفراخ تجنن، وهي سريعه والتتبيله سريعه وما عادتش فيها، بس بصوا هتنغنغ كده دلوقتي في الصينيه وتستوي معانا. طيب تعالوا بقى لحد ما تبدا تستوي نروح لفاصل ونرجع نشوف هنعمل ايه تاني. ايه استنونا. هذا البرنامج برعاية طبعا الشاورما. عايزة شوية بطاطس وعايزه طبعا توميه. هنعمل الاول التوميه، بس قبل ما نعمل التوميه هحضر لطاسه بطاطس كمان هعملها حلوه جدا 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 بفاصوليا، وكمان عندي هنا الذره بتاع وادي فود وشويه المخللات بتاعتنا. طيب هعمل ايه؟ انا عندي هنا البطاطس هروح رشاها الاول رشه زيت زيتون اهي، ادي البطاطس اول حاجه كده رشه زيت زيتون، مش هقلي طبعا، هدخل الفرن وهرشها بقى بالفلفل الاسود والبابريكا، هتبلها قبل، والملح، وهقلبها كويس جدا اهي كلها. يبقى انا كده الاول هحضر البطاطس ومش هقلي، ما يبقاش معايا زيت زيتون وادي فود واروح قلي، ده هو هيديني القرمشه الخطيره اهو، ويخليها كده مستويه من جوه ومقرمشه من بره. وعلى فكره تنفع عادي بالبطاطس بتاعتنا اللي احنا بنقطعها عادي في البيت مش المجهزه اهو. هدخلها الفرن ونيجي بقى نعمل التوميه، يلا بينا. بصوا بقى التومية بتاعتي عبارة عن ايه، يلا بينا نقول المقادير. طبعا تومية يعني توم معروفة. طيب عندي هنا بقى معلقتين كبار نشا عليهم كوباية مية، بحط نص دلوقتي ونص بعدين. عندي بقى كوباية زبادي وثلاث معالق كبيرة مايونيز وربع كوباية خل، وعندي ربع كوباية زيت برضو زيت زيتون من وادي فود وخل وادي فود، وعندي كمان عصير ليمون. نقول مقاديري تاني، عندي هنا مقادير التومية هعملها بنكهة الفلفل الهالبين. طب هعمل ايه؟ هجيب توم مفروم خلاص، واحط عليه معلقتين كبار نشا. الاول هعمل خلطة النشا دي على النار، وبعد كده نص كوباية مية في الاول ونص كوباية مية بعد كده تاني، كوباية زبادي، تلات معالق كبيرة مايونيز، ربع كوباية خل، وربع كوباية زيت، وعصير ليمون، ورشة ملح. وبصوا بقى
احط لها كمان فلفل وهضربها بيها وهحطه على الوش، هتديها كده نكهه حلوه جدا. وطبعا مش هتكون حاميه قوي، انتوا طبعا في ايديكم ان تعملوا ايه الحاجه حاميه او مش حاميه، بس هو فلفل الهالبينو من وادي فود ما بيبقاش حامي على قد ما هو بيبقى عارفين كده مسكر ومزز ولذيذ. فهو عايز اقول لكم يعني الولاد يتحملوها جدا، احنا نحط حبه صغيرين. طيب هحط هنا النشا اهو والميه، نص كوبايه ميه الاول اهي، واحط فيها النشا واقلب وارفع على النار اهو، هيبوش معايا على طول، وارفع بقى على النار علشان يعمل العجينه اللي انا عايزاها. يلا بينا، بصوا وبدا على طول، يلا بينا نروح على النار اهو، هيعمل العجينه على طول اللي انا عايزاها بس كده، تبقى عجينه شفافه بالشكل ده. شايفينها بقت عامله ازاي؟ وعلى فكره دي احلى طريقه توميه هتجربوها، هتديكوا كميه حلوه جدا اهي، هي دي تمام كده. بقت عندي عامله ازاي؟ هروح بقى جايبه الخلاط واروح حاطه فيه عندي الخلطه اللي انا عملتها دي، ماخدش معايا وقت خالص. وبعدين عندي هنا كمان نص كوبايه ميه، اتفقنا نص بعجن بيه ونص بحطه بعد كده. عندي هنا بقى الزبادي والمايونيز، وعلى فكره احنا ممكن نحط كمان بطاطسايه مسلوقه، نص بطاطسايه مسلوقه، تديها قوام حلو جدا وبتديها طعم حلو وكميه. وادي الزبادي والمايونيز، وطبعا توم اكيد، يعني توميه يعني توم، حبة توم حلوين. وطبعا زي ما انتوا بتحبوا التوم تكتروه تقللوه براحتكم خالص. ونحط هنا بقى ايه الليمون تمام كده، وعندي هنا بقى ربع كوباية خل وهضرب بقى كل ده، ورشة ملح بسيطة جدا، هضرب كل ده ونحط الزيت اخر حاجة بقى عشان نربط بيه القوام ده كله. بصوا بقى هعمل كده اهو، وهبدا بقى احط الزيت حبه حبه، يلا بينا علشان نربط القوام بتاعنا. استنى بس نفتح الاول، يلا بس كده شكرا. وتعالوا بقى نحطها عندنا في البوله، ويبقى كده جهزت معانا التوميه. خلوا بالكم هي بتتقل تاني لما بتبرد، علشان احنا عاملينها كله سخن في سخن، لكن هي بتبرد تاني لما بتتقل تاني لما بتبرد. بدور على حاجه احط فيها علشان كده المفروض ان احنا كنا نسيبها ايه بس كده، هما دول اللي انا عايزها. المفروض ان احنا كنا نسيب بقى النشا بتاعنا يبرد شويه، بس احنا طبعا هنا ايه بنبقى مستعجلين. تعالوا بقى شوفوا القوام بتاعها،
ولسه بقول لكم هي لما بتبرد بتتقل تاني. قوامها حلو جدا وادتنا كميه كبيره اهي. لسه بقى لما تبرد كمان وتقعد كل ما تقعد تتقل اهي. شايفين عامله ازاي؟ تعجبكم جدا وريحتها حلوه قوي. زي ما بقول لكم احنا ممكن نحط لها كمان نص بطاطسايه، انا بحبها كمان بحط لها نص بطاطسايه. ونحط بقى نعمل حبه. بصوا بقى انا هنا خلصت هعمل حبه. بصوا قوامها بيتقل على طول. هحط حبه بقى عليها شويه فلفل الهالبينو زي ما قلت لكم، وحبه ايه من غير، علشان اللي عايز كده واللي عايز كده. ممكن كمان نحط هريسه شطه، هريسه شطه كمان. تعالى برضو بتبقى حلوه قوي. يلا بينا ناخد شويه فلفل. ده اللي مفتوح اهو، شفته عرفت على طول. ناخد بقى هنا شويه فلفل اهو. الله، انا بعشق الفلفل ده. وانتوا عارفين طبعا انا استاذه ايه، اي حاجه مشطشطه انا تمام فيها. تعالوا بقى نقطعه حتت صغننه كده. مرضتش اعمل الكميه كلها بالفلفل علشان يبقى عندنا ايه اختيارات، اللي عايز كده واللي عايز كده. بس كده بروح واخده احط في الايه في القليل. ممكن كمان معلقه هريسه شطه هنا. ياه مش عايزه اقول لكم هتبقى حلوه ازاي. ونقلب خطيره هتعجبكم قوي. شكرا، انا كده خلصت كمان التوميه. تعالوا نشوف البطاطس. بصوا البطاطس عندي اتحمرت ازاي بشويه زيت الزيتون اهو، ولا لزقه ولا اي حاجه اهي. بصوا عامله ازاي، ولسه هسيبها كمان شويه اهي، ولا لزقه ولا الهوا، واخده لون خطير. تعالوا هدخلها تاني شويه لحد ما نقول المقادير بتاعتنا. يلا مقاديري بقى علشان اعمل الطاسه الخطيره دي بتاعه البطاطس عباره عن ايه. نشيل الحاجات دي كده كلها. عباره عن، يلا نقول، عندي هنا البطاطس خلاص انا حمرتها. عندي هنا بقى هاخد حتتين ثلاثه من الفراخ اللي انا عاملاها خلاص، واحط عليها شويه فلفل الوان، واحط عليها ذره حلوه، واحط عليها فاصوليا حمراء، شويه فلفل كمان، وطبعا هنحط شويه توميه، وبقى جبنه تشيدر وجبنه موتزاريلا، وللتقديم شويه بقدونس وفلفل. نقول تاني، نقول تاني، طاسه خطيره بسيطه مش عايزه اقول لكم لوحدها تنفع ساندوتشات هي كمان. هعمل ايه هقول لكم. عندي هنا صح، اقلب بس الفراخ. عندي هنا ايه، عندي هنا البطاطس اللي انا حمرتها، احط عليها شويه زيت زيتون، ودخلتها خلاص الفرن اتحمرت. هجيب بقى صدرين دجاج من وادي فود، وبرده اروح متبلاهم وشوياهم. وبعدين عندي هنا فلفل الوان مكعبات صغيره، ذره حلوه، فاصوليا حمراء، شويه فلفل هالبينو. وللوش بقى برده احط عندي هنا توميه، واحط شويه جبنه تشيدر وجبنه موتزاريلا، وللتزيين شويه بقدونس. بس كده، بس كده. وعايزه اقول لكم هتطلع معاكم تحفه. ادي الطاسه بتاعتنا. عايزه اقول لكم احنا كنا ممكن عملنا الفراخ معاها، بس ايه قلنا يعني نخلي دي شاورما، والتانيه تتبيلتها طبعا مش هنتبلها باي حاجه، احنا هنخليها شويه يعني مشويه مشويه. دي لا، دي كده تحسوا ان هي فيها تتبيله. التانيه لا، احنا عايزاها مشويه ساده خالص. طيب هسخن عندي هنا
الطاسه واروح اخد حتتين بس، صدرين بس، مش عايزه اكتر من كده، صدرين مش اكتر من كده. طبعا تنفع من غير اي حاجه، على فكره تنفع من غير اي حاجه. يلا بينا اهي، هدي اول واحده. بصوا لونها خطير ازاي، انا بتعمد افتح الكيس قدامكم. وادي التانيه، بس كده انا عايزه الاتنين دول، مش عايزه حاجه تاني. ادي واحده وادي التانيه. طيب هعمل ايه؟ هرش هنا شويه زيت زيتون، وطبعا هي سخنت عندي، واروح حاطه عندي هنا الفراخ وهتبلها اهي بملح وفلفل اسود ورشه جوزه الطيب، بس كده. يلا نتبلها، ملح، لا ده فلفل اسود الاول، وملح، وبابريكا هنا بس، خلاص كده. وهقلبها على الجنب التاني تاخد لون من الجنبين حوا، وتبقى جاهزة معايا هقطعها. طيب تعالوا نشوف، عندي هنا البطاطس خلاص اتحمرت، بصوا بقى عامله ازاي، بصوا سامعينها، سامعين صوتها مقرمشه اهي، ولا فيها اي حاجه لازقه ولا مهقوم، مقرمشه. طيب هعمل ايه؟ هروح جايبه هنا الطبق بتاعي بقى اللي هدخله الفرن، واروح قلبه فيه البطاطس بتاعتي. يلا بينا. بس كده، واوزع بقى عليه كل اللي انا عايزاه، اللي هي ايه؟ عندي هنا فلفل الوان اهو، فلفل الوان عليها، وعندي هنا بقى زي ما اتفقنا الكان بتاعت وادي فود، سواء ذرة او فاصوليا، الاتنين حلوين جدا اهو، ادي ذرة وادي فاصوليا، ونجيب بقى ونطلع ونحط. ادي الذرة، مش عايزه اقول لكم بتبقى تحفه يا جماعه، وصدقوني هتاخدوا منها وتحطوا برده في سندوتشات، يعني ممكن تتقدم كده كطريقه تقديم، وبعدين على الفطار بقى نبدا ناخد ونحط كمان في سندوتشات كايزر فينو اهي. بس كده، شوية فلفل بقى، عايزين تحطوا زيتون حطوا، وحط بقى عليها كمان معلقتين تومية اهو بالفلفل، ولسه بقى لما احط عليها الجبن اتفرجوا عليها. تعالوا بقى لحد ما الفراخ عندنا هنا تبدأ تستوي، تعالوا نروح لفاصل ونرجع نشوف هنقفلها ازاي ونخليها طاسة خطيرة ازاي بعد الفاصل، استنونا. عندي الفراخ بقى استوت وقطعتها كمان، وبعدين رجعتها الطاسة تتشوح، وحطها بقى عندي هنا ايه على كل ده. بقول لكم دي لوحدها كأنها شاورما تانية بس بطريقة مختلفة،
شويه الصوص دول، معلش البهاريز دول يجولي هنا عايزاهم. تمام تمام. وبعدين بقى نروح حاطين رشه ايه الجبن بتاعتنا اهي حاجه كده بسيطه، حاجه بسيطه خالص، كبشه وكبشه. وندخل بقى فين عندنا الفرن. بس قبل ما ندخل الفرن ناخد حبه كده اهم من الفلفل ونحطه برضو على الوش. طبعا البقدونس لما تطلع، حطينا تومية، حطينا فلفل الوان، حطينا البطاطس حمرناها في الفرن اهو، كل ده معاكو. واخر حاجة هنا شوية الجبن، وعندي هنا الفلفل، وهندخلها ايه الفرن. طيب يلا بينا. هعمل ايه بقى؟ هروح واخده هنا شوية فراخ. قبل ما اخد فراخ احط عندي هنا صويا صوص بقى على الفراخ بتاعتي، مهم جدا. واديها تقليبة عندي هنا كده، تقليبة حلوة تاخد بقى لون. ناخد بقى حبة عندي في الطاسة دي واركنها كده على جنب، واحط بقى هنا ايه شوية البصل، وكمان عندي هنا شوية الطماطم وشوية ايه البقدونس. هتقولي فين الطحينة؟ طبعا ممكن يتحط لها طحينة، مفيهاش كلام اكيد. بعد كل ده ممكن نحط الطحينة، وكمان ممكن نكتفي بالتومية وبالحركات اللي احنا ايه عاملينها. طبعا الطماطم والبصل عندي هنا بيكتروا لي الكمية. تعالوا بقى نبدأ نعمل سندوتشاتنا، يلا بينا. هنعمل ايه؟ عندي هنا عيش صاج، الله خطير اهو، تمام. ومحضره هنا الصينيه سخنه اهو، عيش الصاج الخطير بتاعنا نفرده كده ونروح تانيينه تانيه كده صغننه. ونبدا بقى عايزين ناخد بس فراخ بس كده اهي، ونحط لها بصوا بقى التومية بعد ما تقلت، بصوا بقت عاملة قوامها عندي ازاي. نحط لها تومية كده، وكمان نروح حاطين رشة الجبن موتزاريلا دي حاجة لوحدها، ونروح عاملين كده وقافلين على كل ده اهو. ورايحين على الصينية بتاعتنا وحاطين نقطة زيت كده وقافلينه، بصوا اهو بس كده ياخد لون خطير غيره. ده بالجبنة طبعا، جبنة هتسيح وهيبقى خطير غيره. نعمل كده ونحط معلقة تومية حلوة قوي، نفردها ونحط الشاورما بتاعتنا. بس نقلب ايه، بصوا على طول بياخد لون معايا ازاي، عيني عليه. ناخد بقى الشاورما بتاعتنا اهي، عايزين نحط فيها خيار مخلل طبعا هتبقى تحفه اهو. وكمان نروح قافلين عليها كده ويرلين، ومنزلين جنب ايه اخوها اهو. نعمل كده بس عشان ناخد نقطة زيت، بصوا بقى بيقفل وبياخد لون حلو جدا. طبعا السندوتشات بقى اللي انت عايزاها تعمليها، تومية عملناها، صينية البطاطس دخلناها. صينية البطاطس دي بقى بقولك تاخديها تحطي فيه ايه على طول عندك هنا، تروحي حاطة في الكايزر
صينيه البطاطس تبقى التحفه بقى. يبقى عندك من ده ومن ده اهو. طبعا طماطم وبصل يعني كميه اكبر اهي. يقفل الله. احط غيره على طول بقى، ما بتاخدش وقت معايا. الزيت بيكون قليل علشان انا عايزاها تبقى مقرمشه كده وايه محرمه. ناخد بقى بالفلفل الهالبينو اللي احنا عاملين، ممكن طبعا زي ما بقول لكم نحط هريسه شطه، وممكن نعمل التوميه دي كمان بالخيار المخلل اهو. ونقفل بس كده تمام. هشيل ده واحط الباقي. عندي بقى هنا صينيه التقديم، طبق التقديم، واشيل بقى الله، واخد لون وخطير اهو، مقفول ولا بيفك معانا بصوا ولا اي حاجه. نحط اخوه، نحط بس نقطه زيت بسيطه اهي، ونمسح كده اهو، نمسح بيه نقطه الزيت. نعمل بقى سندوتشات زي ما احنا عايزين، تديكي كميه حلوه جدا. وزي ما بقول لك سواء من ده او من ده، يعني احنا خدنا هنا حطينا فراخ وحطينا عليها جبن على طول، دي طبعا حلوه جدا. ومهم جدا يا جماعه ان احنا نتني عندنا هنا الرغيف علشان الحاجه اللي نحطها ما تطرلناش العيش ويحصل ايه، نلاقيه اتفتح معانا. مهم قوي اهو، ادي إيه الجبن، واعمل كده واقفل اهي اهي على طول كده، واحط جنب اخواتها. نشيل خلاص، ده عمل الله، ده عمل اهو. بقفل وبقلب على طول، الاقي بصي انا هنا كمان ممكن ملحقش اعمل كل الكميه، حتى لو بصي الرغيف مقطوع ولا حاجه اهو. ممكن نحط كمان في الكايزر بتاعنا. عندي البطاطس كمان جهزت، هطلعها نحط بقى في الكايزر شويه. عملنا عيش صاج او عيش سوري، نعمل شويه ايه عندنا هنا كمان كايزر. وطبعا شاورمة الكايزر يعني هي اساسا احنا عندنا بنحب قوي نعملها بالكايزر. تعالوا كده نركن ده كده على جنب، ونحط بقى هنا اهو تمام، ونحط طبعا عليه تومية. وده بقى انت هتعمليه، انا هقدمه الطاسة هطلعها دلوقتي، انت بقى هتقدميه كده وهم ياخدوا، اللي عايز ياخد كده ياخد، واللي عايز كده ياخد كده ايه ياخده، هطلعه لكم حالا حالا. والتومية طبعا بنحطها اساسي جنبنا علشان اللي عايز هوب ايه يحط تاني. عايزه اقول لكم بجد فكره الصويا صوص يا جماعه بتوصلها للون وكمان طعم، لون وطعم. وعايزه اقول لك انت ممكن تعملي الحشوه ارفع من كده، الفراخ تقطعيها ارفع، تكتري بصل، تكتري طعم، تعملي اللي انت عايزاه. المهم ان انت ايه تعملي سفره معتبره بسيطه مختلفه اهو. طبعا المخللات بقى، نفتح مخللاتنا من وادي فود ونحط بقى اللي احنا عايزينه، هي بس ناقصه شويه مخللات بس كده. تغيير بقى يا جماعه، تغيير. تعالوا بقى نروح نرصص كل ده عندنا هناك. ونجيب كمان عندنا طبق البطاطس الخطير اهو. عايز
عايزه بس اروق الدنيا. اخر حاجه بقى هحطها معلقه هريسه شطه هنا كده في الطبق بتاعي، واروح حاطه عليه ايه، هريسه شطه من ويدي فود، واروح حاطه عليه كمان شويه توميه اهي، ومقلباها بتبقى خطيره كاضافه. بصوا بصوا تلون معايا على طول، بتبقى تحفه. بس ونسيب الباقي طبعا ايه، ما ننساش رشه البقدونس هنا، ونجيب طبق كمان ونحط فيه عندنا هنا الايه، بقيه التوميه اهي، وكمان نرش عليها رشه بقدونس. بس كده وخلصنا، راح احطهم هناك. دي بقى للتقديمات كده اللي عايز. عملنا ايه النهارده؟ عملنا شاورما فراخ، حطينا حبه في كايزر، حطينا حبه كمان عندنا هنا في عيش سوري. حتى اللي حطيناها في العيش السوري عملناها بطريقتين، طريقه اللي هي شاورما وعليها شويه ميكس جبن وطبعا التوميه، وطريقه تانية اللي هي حطينا بقى الشاورما بتاعتنا البصل والطماطم، وكمان عندنا البقدونس. عايزه اقول لكم التوميه، بصوا مش انا قلت لكم خلوا بالكم كل ما بتقعد بتتقل، بصوا قوامها بقى عامل زي تقيل، ريحتها حلوه جدا. التوم طبعا ده بتاعك انت تزوديه تقلليه براحتك خالص. وطبعا عندنا هنا طبق المخللات ما تنسوهوش، هو اللي ناقص معانا على السفره. بس كده يكون خلصنا حلقتنا، يا رب تكون عجبتكم وان شاء الله تجربوها وترجعوا تقولوا رايكم فيها. واشوفكم بكره على خير ان شاء الله من واحده لاثنين والاعياد الساعه 4 صباحا. بحبكم من كل قلبي، وصوم مقبولا وافطارا شهيه.